هدف من إيقاف العمليات لحين لدرء خطر اجتياح التركي وعمليات القصف الجوي التي كانت تقوم على الشمال السوري. فكانت من أولويات قوات سوريا الديمقراطية أن تقوم بمواجهة العدوان التركي على الشمال السوري، وهي ما كانت تسعى إليه في حقيقة الأمر دولة الاحتلال التركي، بأن من خلال القصف الذي ستقوم به أو عملية الاجتياح البري اللي هي ضرب أمن واستقرار المنطقة وإدا متنفس لخلايا تنظيم داعش للانتعاش مرة أخرى. وكانت ممارساتها كما شاهدتم على الإعلان والعديد من التقارير أثبتت أو أكدت بأن كانت هناك محاولات تركية بضرب قوات حماية مخيم الهول وبالقصف بالقرب من السجون التي تحتوي عناصر تنظيم داعش الإرهابي.